السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جيهان من قناة الحياة حلوة، اهلا وسهلا بيكم. انا النهاردة في شارع من شوارع نيو جيرسي في باريسون، وده محل حلويات عربي. جاية اجيب من عنده شوية حلويات، كنافة كده، نفسي في الكنافة، فقلت اصور لكم شكل المحل كده من برا، تشوفوه من برا. ويلا تعالوا معايا نشوف نجيب ايه. ده الشارع دلوقتي بالليل، انتوا ما شفتوش الشارع هنا بالليل مش كده؟ قلت اجي اوريه لكم بالليل شكله عامل ازاي. شكله تحفه، كانت المطره بتمطر. ده شكل المحل، اسمه نابلس سويتس، نابلس الحلويات. ده المحل، هو في قعدات كده حلوه قوي، ممكن بنقعد هنا ناكل فيه. عندهم الكحك بتاعنا اللي احنا بناكله بتاع المصريين. السلام عليكم، كيفك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بعد اذنك بس بصور. شكرا متشكرة. وفي دي اسمها برازق اللي بالسمسم. في عندهم الكنافة، شايفين الكنافة عاملة ازاي؟ دي متقلي بسبوسة متقلي. ده الجلاش. ده يا جماعة شكل المحل، وهو في دور فوق متقلي، في قاعدة فوق برضو، في قاعدة هنا الناس بتقعد هنا. حلو جدا. المحل ده حلو قوي، انا بحب اجي دايما اكل من عنده هنا. ودي كنافة برضو، كنافة حلبي بالجبنة، من تحتيها بتبقى جبنة كده. وده فطير بالسكر. المحل حلو جدا ونظيف جدا. انا كنت عايزه اقعد بس عشان انا لوحدي فمش هعرف اقعد، فممكن نشتري الحاجات وناكل بره. لو سمحتي. سلام يا رب. هي دي بسبوسه دي بالقشطه. طيب انا عايزه قطعتين. دي، وعايزه كمان في عندي الكنافة بالقشطة، او دي بالجبنة دي صح؟ لا. طيب ممكن تجيبي لي طيب جلاش من ده؟ هاتي لي اللي هي المربعة دي كلها، دي في الجلاش. اوكي شكرا. تعالوا كلوا معانا بقى. في عندهم كمان بيتي فور، عندهم حاجات حلوه جدا وطعمه تحفه بجد. كام؟ $6. اوكي 7. اوكي ماشي، استنوا خليكم معايا. خلاص انا كده اشتريت الحاجات، الكنافة والجلاش. لا احنا ما اشتريناش كنافة، اشترينا بسبوسة. وديني خلاص خرجت، دي الحاجات اللي انا اشتريتها. تعالوا كلوا معايا يلا. حبيت اوريكم المحل العربي ده والحلويات اللي بيبيعوها، وان شاء الله الفيديو يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.
لو عجبكم الفيديو اللايك طبعا، يا ريت تعملوا اللايك، ولو اول مرة تشوفوا القناة اعملوا اشتراك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.